لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا سعداء مع أعلام السلف رضي الله عنهم، وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الإمام وكيع بن الجراح المشهور، يعني من قول شفعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ونحن مع إمام من أئمة الحجاز وهو سفيان بن عيينة، أيضا من كبار أتباع التابعين طبقة مالك والسفيانين. مالك كان في المدينة وسفيان بن عيينة كان في مكة. اسمه مولده وصفته اسمه سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي مولاهم مولى محمد بن مزاحم أخو الضحاك ابن مزاحم. مولده عن محمد بن عمر قال: أخبرني سفيان بن عيينة أنه ولد سنة 707. احنا مر بنا وكيع كانت 129 أو 129، فده يعني ولد قبله لأنه عمر، يعني وكما يقول ألحق الأحفاد بالأجداد، يعني الجد سمع منه والابن وابن الابن، يعني لطول يعني إيه يعني مكثه في التعليم الحديث، وحج 70 سنة. 70 سنة يحج ويقول يعني: اللهم لا تجعل هذا آخر عهد بهذا المكان، حتى استحى من الله عز وجل آخر مرة فمات في هذا العام لم يمر عليه موسم. قال ابن سعد: وكان أصله من أهل الكوفة، وكان أبوه من عمال يعني اللي استعملهم خالد بن عبد الله القصري، كان أمير على العراق ولعله استعمله في ناحية من نواحي العراق. فلما عزل خالد عن العراق وولي يوسف بن عمر الثقفي، طلب عمال خالد اللي كانوا شغالين مع خالد القصري، فهرب منه له والد سفيان، فلحق عيينة ابن أبي عمران بمكة فنزلها، فانتقل إلى مكة. صفته قال المزي: وكان أعور. ده اللي وقفت عليه من صفته، ومر بنا أيضا وكيع كان أعور. ثناء العلماء عليه قال: أبو نعيم منهم الإمام الأمين ذو العقل الرصين والرأي الراجح الركين، المستنبط للمعاني والمرتبط للمباني، أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، كان عالما ناقدا وزاهدا عابدا، علمه مشهور وزهده معمور. قال الذهبي: طلب الحديث وهو حدث صغير السن بل غلام، ولقى الكبار وحمل عنهم علما جما، وأتقن وجود وصنف، وعمر طويلا وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. يعني 3 أجيال سمعوا منه. قال علي بن المديني: ما من أصحاب الزهري أحد أنفق من سفيان بن عيينة. أنفق يعني أكثر زي التاجر اللي سلعته رائجة، يعني إن الناس تذهب إليه وتحمل عنه، لأن طبعا مكة يعني أم القرى، فكانت الرحلة إليها يعني وإلى المدينة للإمام مالك. فكان سفيان بن عيينة في مكة ومالك في المدينة، دور ركن العلم في الإيه في الحجاز. قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ابن عيينة ثبتا في الحديث، وكان حديثه نحو من 7000، ولم تكن له كتب. من الحفظ يا إما أن يكون حفظ صدر أو حفظ كتاب. حفظ صدر واحد يحفظ ويملي من حفظه زي الإمام البخاري، ومر بنا أيضا وكيع بن الجراح، وفي بعضهم كان يكتب الحديث ويملي من الحديث من الكتاب، فده حفظ كتاب أو ضبط كتاب.
فكان ابن عيينة يعني يحفظ 7000 حديث طبعا بالسند. وقال بهز بن أسد: ما رأيت مثل سفيان بن عيينة. فقيل له: ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة. طبعا لما تيجي تشوف ترجمة شعبة تجد يعني كلام أكثر من ذلك يعني، ولكن دي بتبقى أقوال للعلماء يعني، بعضهم يرجحوا على شعبة وبعض الناس يرجحون شعبة عنه، الله أعلم. قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، أنه كان في مكة وطبعا بلدي الرجل أعلم به. قال ابن المديني: قال لي يحيى الخطان: ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة، وهو إمام منذ 40 سنة. قال ابن مبارك: سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال: ذاك أحد الأحدين. ما أغربه ما أغربه يعني بيمدحه أنه متفرد يعني، أن الحديث الغريب لا يخفى على راو واحد، فكأنه يقول ما فيش حد يعني زيه. هو في رواه بيبقوا معاصرين ومتشابهين في الأسماء، بس ممكن يتميزوا بالإيه بالمكان، زي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. سفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة، وكان في العراق، كان في الكوفة، وسفيان بن عيينة كان في الحجاز في مكة. أيضا حماد بن زيد وحماد بن سلمة نفس الأمر. حماد بن زيد يعني كان في البصرة يعني كما أذكر، وممكن حماد بن سلمة أيضا نفس الإيه المكان في البصرة أو في الكوفة يعني، سوف تأتي ترجمته يعني. وكان سفيان بن زيد، كان حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة، كان يشبه بالإمام مالك، هو طبعا معاصر لمالك يعني، ولكن كان حماد بن سلمة كان أكبر منه سنا، وكان أشد على أهل الإيه على أهل البدع. حماد بن زيد من رجال البخاري ومسلم، حماد بن سلمة من رجال يعني مسلم. قال أبو حاتم الرازي: سفيان بن عيينة إمام ثقة، كان أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة. طبعا أن شعبة يعني ده في الإيه في مكة، وعمرو بن دينار كان في مكة. قال: وأثبت أصحاب الزهري هو ومالك. هو يلي مالك يعني، هو الإمام مالك أثبت يعني من روى عن الزهري. الزهري من صغار التابعين، ولكن عالم زمانه، وانتهى إليه يعني علم فقهاء المدينة السبعة، وكان يقول له سعيد المسيب: من مات وترك مثلك لم يمت. فتتلمذ عليه بقى أئمة كبار أتباع التابعين زي مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الليث بن سعد مصر، الأوزاعي في الشام، حماد بن زيد في البصرة. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لولا مالك سفيان لذهب علم الحجاز. طبعا يقصد سفيان بن عيينة. وقال علي هو ابن المديني، ده في الطبق اللي بعدهم: وسمعت بشر بن المفضل يقول: ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه سفيان بن عيينة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين قلت له: ابن عيينة أحب إليك في عمرو بن دينار أو الثوري؟ فقال: ابن عيينة أعلم به. قلت: فابن عيينة أحب إليك فيه أو حماد بن زيد؟ قال: ابن عيينة أعلم به. قلت: فشعبة؟ قال: وإيش روى شعبة؟ روى عنه شعبة إنما روى نحو من 100 حديث. قال محمد بن إسحاق لو صاحب المغازي: وكان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، توفي وهو ابن 91 سنة، مات عن 91 سنة ساعة علمه. وقالوا يعني من علامة طول عمر الرجل اشتغاله بالحديث. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدع النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثرة. فبركة الحديث في عمر الرجل وفي يعني رزقه وفي نضارة وجهه. ساعة علمه. قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم في سفيان بن عيينة، وما رأيت أحدا أكفأ في الفتيا منه. طبعا هو كان مفتي مكة يعني، والشافعي أيضا مكث في مكة فترة وتتلمذ عليه. قال الشافعي: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، وجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. قال الذهبي: فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان
في العلم، وذلك أنه ضم حديث العراقيين إلى حديث الحجازيين، وارتحل ولقى خلقا كثيرا ما لقيهم مالك. ومالك كان في المدينة، ما الرحلات بتاعته ما كانتش كثيرة، ولكن كان متقن، يعني يقول وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالك أجل وأعلى. فعنده نافع بيروي عن نافع عن ابن عمر وسعيد المقبوري أن المدينة كانت يعني عاصمة العلم، يعني أنها كانت عاصمة الخلافة. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. وقال ابن وهب من علماء مصر: لا أعلم أحدا أعلم بالتفسير من ابن عيينة. وقال أحمد: ما رأيت أعلم بالسنن منه اتباع للسنة. قال الذهبي: كان سفيان صاحب سنة واتباع. وقال الحافظ ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الفضل ابن موسى قال: حدثنا محمد بن منصور الجواز قال: رأيت سفيان بن عيينة سأله رجل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وقال محمد بن إسحاق الصغاني: حدثنا اللوين قال: قيل ابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، قال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه. طبعا أهل البدع اللي أنكروا رؤية الله عز وجل ومعتزل لخلق القرآن مخلوق، فهو كان على يعني عقيدة أهل السنة. أيضا قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن عيينة يقول: إيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قول أهل السنة. زهده وأقواله في الزهد: قال أحمد بن أبي الحواري: قلت سفيان بن عيينة: ما الزهد في الدنيا؟ قال: إذا أنعم الله عليه فشكر، وإذا بتلي ببلية فصبر، فذلك الزهد. كان يعني يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء، فذلك الزهد. قال المسيب بن واضح: سئل ابن عيينة عن الزهد، قال: الزهد فيما حرم الله، فأما ما أحل فقد أباحه الله، فإن النبيين قد نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلوا، لكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. كان ينكر على اللي يترك الزواج أو يترك أكل الطيبات، يعني بدعوى الزهد. فبيقول الزهد يعني فيما حرم الله، فإن ما أحل الله فقد أباحه، فإن النبيين قد نكحوا وتزوجوا وركبوا ولبسوا وأكلوا، لكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. وعن أحمد بن عبدة قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: زهد في الدنيا الصبر وارتقاب الموت. وعن حرملة بن يحيى قال: أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامني في ناحية، وأخرج من كمه رغيف شعير، وقال لي: دع يا حرملة ما يقول الناس، هذا طعامي منذ 60 سنة. يعني تحس الواحد في خاصة نفسه غير ما يفتي به الناس، يعني هو في نفسه زهد، يعني بيقول انه كان بياكل خبز يخرج رغيف شعير، ويقول هذا طعامي منذ 60 سنة، ولكن لما اتكلم عن الزهد قال: الزهد فيما حرم الله، اما ما احل الله فقد اباحه. شيوخه وتلامذته رحمه الله: قال الحافظ: روى عن عبد الملك بن عمير وابي اسحاق السبيعي وزياد بن علاقه والاسود بن قيس وابي بن تغلب وابراهيم ومحمد بن عقبه وابراهيم بن موسى يبدو محمد بن عقبه واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه واسرائيل بن موسى واسماعيل بن ابي خالد واسماعيل بن اميه. تجد معظم روايته عن التابعين، وايضا من اخران من اتباع التابعين. تلامذته قال الحافظ عنه: الأعمش وابن جريج وشعبة والثوري ومسعر، وهم من شيوخه. وأبو إسحاق الفزاري محمد بن زيد والحسن بن حي وهمام وأبو الأحوص وابن المبارك وقيس بن ربيع وأبو معاوية وكيع ومعتمر بن سليمان والتيمي ويحيى بن أبي زائدة، وهم من أخرانه وماتوا قبله. محمد بن إدريس الشافعي تأتي ترجمته، عبد الله بن وهب ويحيى القطان وابن مهدي وأبو أسامة وروح بن عبادة والفريابي وأبو الوليد الطيرسي وغيرهم. درر من أخواله عن محمد بن ميمون الخياط قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي جمعته؟
وعن إبراهيم الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إنما أرباب العلم الذين هم أهله الذين يعملون به. يعني لأن العلم هو الخشية، فإنسان عنده معلومات ولكن لا يعمل بها يستوي مع الجهال. عن علي بن الجعد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول من زيد في عقله نقص في رزقه، أو نقص من رزقه، من زيد في عقله نقص من رزقه. والله جل مقسم الأرزاق، واحد عنده مال، واحد عنده علم أو عنده ذكاء، واحد يعني عنده أولاد. وعن سعيد بن داود عن ابن عيينة، عن سيد بن داود عن ابن عيينة قال ما كانت معصيته في الشهوة فرجوا له التوبة، فإن آدم عصي مشتهيا أكل من الشجرة فغفر له، وإذا كانت معصيته في كبر فاخشى على صاحبه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن أبى أن يسجد، يعني استكبارا. وعن أبي معمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، وإنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه، فلا يكفي مجرد العلم. وعن أحمد بن محمد بن أيوب قال اجتمع الناس إلى سفيان بن عيينة فقال من أحوج الناس إلى هذا العلم، فسكتوا، ثم قالوا تكلم يا أبا محمد، قال أحوج الناس إلى العلم العلماء، وذلك أن الجهل بهم أقبح لأنهم غاية الناس وهم يسألون. وعن سفيان بن عيينة قال كان يقال جلس الحكماء، فإن مجالستهم غنيمة وصحبتهم سليمة، سلم أصحابهم مش يسمعوا بيغتابوا أو يخفوا أعراض الناس فيقعونهم يعني معهم، ومؤاخذتهم كريمة. وعن أبي موسى الأنصاري قال قال سفيان من أبر البر كتمان المصائب، إن الإنسان ما يشكيش، يعني الشكوى الخلق تنافي الصبر. قال وسمعت سفيان يقول لا تكن مثل العبد السوء لا يأتي حتى يدعى، ما يروحش الجامع لما يسمع حي على الصلاة حي الفلاح، إنما يكون في المسجد قبل أن الأذان أو قبل الإقامة، يأتي الصلاة قبل النداء. قال وسمعت سفيان يقول قال رجل من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة، تكون موجود في المسجد، يعني كما في ترجمة سعيد بن المسيب، يعني ما أقيم الصلاة منذ 30 سنة أو 40 سنة إلا هو في المسجد ينتظر. وعن إبراهيم للأشعث قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان يقال أشد الناس حصرة يوم القيامة 3، رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه، ورجل له مال، يعني هو كان سيد والتاني عبد عنده، وهذا العبد كان مجتهد في العلم وفي الطاعة والعبادة فيأتي أفضل منه، ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غيره فتصدق منه وجمع المال وسبل الأولاد، وجم الأولاد إيه كانوا أهل خير تصدقوا بالمال. وعلى كل حال يعني إن كانوا أهل خير تصدقوا بالمال فيجد المال الذي جمعه في ميزان غيره، إن أولاده وارثون تقل ماء تلقائيا إلى الورثة فأنفقوا في سبيل الله، وقد يكون غير ذلك فينفقون هذا المال في المعاصي ويكون هو أعانهم على ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، ورجل أتاه الله الحكمة اللي هي العلم والعمل فهو يقضي بها ويعلمها. يقول ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلمه غيره فانتفع به، زي اللي عنده مال ما انتفعش به والأولاد انتفعوا به وصار في ميزانهم، وأيضا عنده علم لم يعمل به علمه غيره وغيره انتفع به. قال أبو أيوب سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة كان يقول إن العاقل إذا لم ينتفع بقليل موعظة لم يزدد على الكثير منها إلا شرا. وفاته عن حسن بن عمران ابن عيينة أبي أخي سفيان ابن عيينة قال حججت مع عمي سفيان آخر حجة حجها سنة 97 و100، فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشه ثم قال قد وافيت، جمع اللي هي إيه مزدلفة، من أسماء مزدلفة يعني أو المشعر الحرام، استلقى على فراشه ثم قال قد وافيت هذا الموضع 70 عاما، أقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر عهد من هذا المكان، وإني قد استحييت الله
من كثرة ما أسأله ذلك فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة 98 و100. أقول له سنة كام؟ 107 ومات 198 يبقى عاش زي ما قلنا 91 سنة. ودفن بالحجون في مكة، يعني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. عبد الرحمن بن مهدي اسمه مولده، اسمه عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري وقيل أسدي مولاهم أبو سعيد البصري، يعني مش من صلب القبيلة، لا يعني ولاؤه كان لهذه القبيلة، كل واحد من هذه القبيلة اعتقه فصار يعني مولا لهم. أبو سعيد البصري اللؤلؤي من علماء البصر، مولده عن أبي الوليد الطيالسي قال ولد عبد الرحمن بن مهدي في سنة 35 و100، 135. قال حنبل اللي هو ابن الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يقول ولد عبد الرحمن بن مهدي سنة 35 و100. ودي الطبقة اللي فوق الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، اللي هي طبقة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، الاثنين دول يعني أشهر من في هذه الطبقة. وفوقهم بقى سفيان اللي هم كبار أتباع التابعين، مالك وسفيان الثوري وابن عيينة. بعد طبقة الإمام أحمد وعلي بن المديني في طبقة يعني أصحاب الكتب الست، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وتأتي تراجمهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ولد عبد الرحمن المهدي سنة 35 و100. ثناء العلماء عليه قال أيوب بن المتوكل كنا إذا أردنا أن ننظر إلى الدين والدنيا ذهبنا إلى دار عبد الرحمن بن مهدي. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي إمام ثبت أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، كان عرض حديثه على سفيان. وده رأيه يعني، ولكن بعضهم يقدم وكيع طبعا عليه وعلى ويقول هو أعلم حديث سفيان من سفيان. قال ابن حبان وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأبى الرواية إلا عن الثقات. في بعض الشيوخ زي عبد الرحمن بن مهدي وأيضا يحيى القطان والإمام مالك وشعبة يعني كانوا لا يروون إلا عن ثقة، فلما يروى عن واحد يبقى هو ثقة عندهم، قد لا يكون ثقة عند غيره. وقال محمد بن سعد وكان ثقة كثير الحديث. وعن خالد بن سعد وعن خالد بن يزيد المخرمي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كأن عبد الرحمن المهدي خلق للحديث. وعن زياد بن أيوب قال كنا في مجلس هشيم فلما قام أخذ أحمد بن حنبل ويحيى هشيم في طبقة أعلى، فأخذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف ابن سالم بيد فتى أمنا كان إماما لهم فأدخلوه مسجدا وكتبوا عنه وكتبنا فإذا هو عبد الرحمن ابن مات. فهو أساسا كان في مجلس هشيم، وهشيم ده مرة يعني راح مكان شعبة فقال يعني إذا حدثكم عن عيسى ابن مريم فاكتبوا عنه، عايز يعني يقول له هو ثقة يعني. فالتلامذة كلهم بتوعه راحوا عند هشيم فلقى المجلس فاضي فقال أنا فعلت بنفسي، يقول أنا جبته لنفسي يعني أنا جلست في الجير يعني أو في شيء من ذلك يعني معنى كلامه. عن الحسن بن محمد الصباح قال أخبرني غير واحد أنهم كانوا عند حماد بن زيد فسئل عن مسألة فقال أين ابن مهدي؟ ابن مهدي من الطبقة اللي بعدي، من لهذا إلا ابن مهدي؟ قال فأقبل عبد الرحمن فسأله عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا. وعن علي بن المديني قال غير مرة والله لو أخذت فحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي.
ده علي بن المديني. وقال أيوب بن المتوكل: كان حماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن بن مهدي في مجلسه تهلل وجهه. وقال محمد بن عبد الرحيم صاعقة. صاعقة ده لقب يعني من شدة حظي أطلق عليه صاعقة. قال: سمعت عليا له ابن المديني يقول وذكر الفقهاء السبعة، فقال: كان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، خدع عن فقهاء المدينة السبعة. ثم بعده مالك، ثم بعده عبد الرحمن ابن مهدي. قال الخطيب البغدادي وهو بصري: قدم بغداد وحدث بها، وكان من الربانيين في العلم وأحد المذكورين بالحفظ، وممن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ. عبادته، قال ابن مهدي: دخلت على امرأة، قال ابن المديني وتلميذه يعني، دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وكنت أزورها بعد موته، فرأيت سوادا في القبلة فقلت: ما هذا؟ قالت: موضع استراحة عبد الرحمن، وكان يصلي بالليل، فإذا غلبه النوم وضع جبهته عليه، مكان الإيه في القبلة أمامه في الجدار يعني. وقال علي: كان ورد عبد الرحمن كل ليلة نصف القرآن. قال رستة: وكان عبد الرحمن يحج كل عام، فمات أخوه وأوصى إليه فقام على أيتامه، فسمعت يقول: قد ابتليت بهؤلاء الأيتام، فاستقرضت من يحيى بن سعيد 400 دينار احتجت إليها في مصلحة أرضهم. حفظه وضبطه وتثبته، تقدم قول الحافظ الخطيب البغدادي: كان من الربانيين في العلم وأحد المذكورين بالحفظ، وممن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ. وعن حنبل قال: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن فعبد الرحمن أثبت، لأنه أقرب عهدا بالكتاب. وكيع كان ضبطه ضبط صدر كما قلنا. وكان الإمام أحمد بيرجح يعني، مع أنه كان إمام محافظ، كان إمام الدنيا، ولكن كان يحدث من كتاب يعني، خشية الغلط يعني. وعن عبيد الله بن عمر الخواريري: أملى عبد الرحمن المهدي 20,000 حديث حفظا. وعن خالد بن يزيد الخواص المخرمي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. قال محمد بن عبد الرحيم صائقة: سمعت عليا هو بالمديني يقول وذكر فقهاء السبعة، فقال: كان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعده عبد الرحمن بن مهدي. وقال محمد بن يحيى الذهلي اللي هو كان بينه وبين الإمام البخاري يعني مشكلة يعني، يعني كان زعم البخاري قال لفظ القرآن مخلوق، وتأتي يعني في ترجمة البخاري، ويعتبر هو من صغار شيوخ البخاري، وقد يعتبر من أقرانين، أنه كان أكبر منه. ما رأيت في يدي عبد الرحمن بن مهدي كتابا خط، يعني كان يحدث حفظا. وعن عمرو بن علي والفلاس الله أعلم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل: أكان ثقة؟ قال: كان صدوقا، وكان خيارا، وكان مأمونا. الثقة سفيان وشعبة. قال ابن حبان في صدر كتابه في الضعفاء: إلا أن أكثرهم تنقيرا عن شأن المحدثين، وأتركهم للضعفاء والمتروكين، حتى جعلوا هذا الشأن صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها، مع لزوم الدين والورع الشديد والتفقه في السنن يحيى بن سعيد الخطان وعبد الرحمن ابن مهدي. قال سهل بن صالح: سمعت يزيد بن هارون يقول: وقعت بين أسدين، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى الخطان. اتباع للسنة. عن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن المهدي يقول: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري، هو يومئذ قاضي البصرة وموضعه في قومه وقدره عند الناس، فتكلم في شيء فأخطأ، فقلت أنا يومئذ حدث: ليس هكذا يا أبي، عليك بالأثر يعني، ارجع للنص كان في الكتاب يعني. فتزايد علي الناس زي ينكروا على القاضي والإمام، فقال عبيد الله: دعوه، وكيف هو؟ قال: فأخبرته. قال: صدقت يا غلام، إذن أرجع إلى قولك وأنا صاغر.
فدائما فضله يعني أنه يرجع إلى الحق يعني. كما قال بعضهم لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. واحد ما يكون معاه الحق حتى لو في ديل القافلة أفضل أن يكون رأس في الباطل. وعن أبي موسى محمد بن مثنى قال رأيت في حجر عبد الرحمن المهدي كتابا في حديث رجل قد ضرب عليه أو قد ضرب عليه يعني شطب عليه، فقلت يا أبا سعيد لما ضربت على حديثه؟ قال أخبرني يحيى أنه يرمى برأي جهم، جهم مصفوان يعني كان من الجهمية هو مؤسس الجهمية، فكان يعني في تأويل الصفات وفي يعني إنكار الرؤيا وغير ذلك. وعن إبراهيم بن زياد السبلان قال سألت عبد الرحمن المهدي ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو كان لي سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي أحد إلا سألته، فإذا قال لي مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وعن عبد الرحمن بن عمر قال ذكر عند عبد الرحمن المهدي قوم من أهل البدعة واجتهادين في العبادة، فقال لا يخبر الله إلا ما كان على الأمر والسنة، ثم قرأ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فلم يقبل ذلك منهم وبخوا عليه، ثم قال إلزم الطريق والسنة. وسمعت عبد الرحمن المهدي يكره الجلوس إلى أصحاب الأهواء البدعة ويكره مجالستهم أو يماريهم، فقلت له أترى للرجل إن كان له خصومة وأراد أن يكتب عهده أن يأتيهم؟ فقال لا، مشيك إليهم توقير، وقد جاء في من وقر صاحب بدعة ما جاء، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين كما ورد في بعض الأثار. قال رستة سمعت ابن مهدي يقول لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان، بلغني أنه لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان قال بلغني أنك تتكلم في الرب وتصفه وتشبهه. قال نعم، نظرنا فلم نرى من خلق الله شيئا أحسن من الإنسان، فأخذ يتكلم في الصفة والقامة، فقال له رويدك يا بني حتى تتكلم أول شيء في المخلوق، فإن عجزنا عنه فنحن الخلق أعجز. أخبرني عما حدثني شعب عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح، فبقى الغلام ينظر، فقال أنا أهون عليك، صف لي خلقا له 3 أجنحة وركب الجناح الثالث منه موضعا حتى أعلم. قال يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق، فأشهدك أني قد عجزت ورجعت. إن الله عز وجل يعني أكبر من أن ولا يحيطون به علما، فإذا كان المخلوق أنت عاجز يعني عن معرفة كيفية يعني صفاته. وذلك الإمام ابن عباس لو مسؤول عن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، وعن قول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظر شيء والإحاطة والإدراك شيء آخر. قال له أفطر السماء؟ قال نعم. قال أفتدركها؟ قال لا. قال الله أعظم وأجل. الإنسان يبص للسماء بيشوف نجوم وكواكب، ولكن لا يحيط علما بكل ما في السماء، وهي خلق من خلق الله، فكيف بالخالق عز وجل. ونقل غير واحد عن عبد الرحمن بن مهدي قال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، إنه بينكر صفة الكلام، وأن يكون استوى على العرش، ينفون الفوقية، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. شيوخه وتلامذته، شيوخه قال حافظ روى عن أيمن بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وأبي خلدة خالد دينار ومهدي بن ميمون ومالك وشعبة وسفيانين والحمادين وإسرائيل وحرب بن شداد وحمد بن راشد ومالك بن مغول ووهيب وهشام ابن سعيد وهمام بن يحيى والمثنى ابن سعيد الضبعي وسليم بن حيان وسلام بن أبي مطيع وإبراهيم النافع المكي وأبو العطار وصخر بن جويرية وعمران القطان ومنصور بن سعد وخلق كثير. تلامذته قال حافظ عنه ابن مبارك وهو من شيوخه، وابن وهب هو أكبر منه، وابنه وموسى وابنه وموسى وأحمد وإسحاق، أحمد طه بن حنبل وإسحاق بن الهوي وعلي بن مديني ويحيى بن معين ويحيى بن يحيى وأبو ثور وأبو خيثمة
وأبو عبيد وأحمد بن سنان الخطان وإبراهيم بن محمد بن عرارة وابن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن محمد المسندي والفلاس وبندر والذهلي محمد بن يحيى وعبد الله بن هاشم الطويل وعبد الرحمن بن عمر رستة وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي وآخرون. درر من أخواله عن عبيد الله بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول احفظ لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم بمخارج العلم. عن عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول يحرم على الرجل أن يقول في أمر الدين إلا شيئا سمعه من ثقة كل سلف يعني. عن عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان يقال إذا لقى الرجل الرجل فوقه في العلم كان يوم غنيمة أنه يستفيد منه ويتعلم منه ولا يتكلم أمامه يسمع منه، وإذا لقى منه مثله درسه وتعلم منه كلاهما يستفيد من الآخر، وإذا لقى منه دونه تواضع له وعلمه، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. عن عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى في مصر أحد إلا وقع في واغتابني، وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفة يوم القيامة ولم يعمل بها. لأن أنه يأخذ من حسنات غيره، كما كان أحد العلماء يقول لمن يغتاب مرحبا بمن سيهدي إلي حسناته يوم القيامة. وعن أحمد بن سنان قال سمعت ابن مهدي يقول لزمت ملكا حتى ملني فقلت يوما قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة ولا أعلم ما حدث بهم بعدي، قال وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم منذ خرجت. وعن عبد الرحمن بن عمر قال سمعت ابن مهدي يقول فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد، استكثار من الحديث وكثرة الشيوخ وقول حدثنا فلان. قال أبو قدامة سمعت ابن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. قال رستا قام ابن مهدي في المجلس وتبعه الناس فقال يا قوم لا تطؤون عقبي ولا تمشن خلفي، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال قال عمران خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. قال رستة سألت ابن مهدي عن رجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه، فقال ما أرى بذلك بأسا لكن لا يتمنى من ضر به أو فاقة، يعني إن حاجة بلاء في الدنيا ما يتمناش الموت، ولكن لو خاف على دينه بلاء في الدين يتمنى الموت، تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما وفاته رحمه الله. قال الذهبي توفي ابن مهدي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة 98 و100. احنا قلنا ولد سنة كام؟ 135، يبقى مات سنة 98 و198. قال الخطيب بغدادي ومات عبد الرحمن المهدي سنة 98 و100 هو ابن 63 سنة عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وولد سنة 35 و100. وعن أحمد السفيان قال سمعت عبد الرحمن المهدي سئل عن سنه سنة 95 فقال هذه السنة تتم لي 60، ومات عبد الرحمن في رجب سنة 98 يعني ومئة وهو ابن 63 سنة رحمه الله رحمة واسعة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.